لما أعصب أحاول إني صراحة أكتم غيظي، ما أحب أعصب على الناس أو أفرغ اللي فيني على الناس، لأنه ما خصوصا يعني إذا كنت ما أحب أضايق الناس اللي حولي يعني بعصبيتي. إذا اللي عصبك شيء كايد مرة أكيد بتكون ردة فعلك مرة قوية. نرفز بسرعة، يعني ما أكون محاسبة على حركاتي. والله أسفه وأمشي، تعود بالشيطان، أغير المكان اللي أنا فيه، أطلع برا المكان اللي أنا فيه. يعني أكثر شيء أرمي كلمات. مرة ضد، لأن إحنا ما لنا علاقة بحياة الناس الشخصية إلا إذا كانت صديقتي المقربة أو شخص مرة قريب مني، فهذه الحالة ممكن يعني أنا أتحمله. في ناس ما يقدرون يتحكمون بغضبهم، فهذه الحالة أنا ممكن أساعدهم يعني بإني أهديهم أتكلم معهم. استحقار أحلى شيء. أحس هذا لا، عنده اضطراب شوي، مركز مطمئنة. في ناس إذا عصبت تفقد أعصابها لدرجة خلاص يعني يسوي أي حاجة.